ايه الوقفه النهارده؟ نعم، اسباب الوقفه. اسباب الوقفه ان احنا معهد تمريض خاص، واخدين معهد تمريض خاص من طنطا وكليه تمريض جامعه طنطا، واخدين فيها دورات تدريبيه على الجراحه العامه وعلى المزاوله وعلى كل حاجه وبطن. دلوقتي الجامعه المعهد اللي احنا درسناه اللي هو واخد تصريح بيفتح ويدي البنات دي دورات تمريض، ما بنديناش شهاده مزاوله المهنه. عشان اخد شهاده مزاوله مهنه يقول لي لازم تروحي تاخدي معهد فني صحي سنتين، اخد ورقه مزاوله مهنه وتوظف حكومه. دلوقتي بقى لنا سنتين ثلاثه بنروح ونيجي على الوزاره عشان تدينا معهد فني صحي او عشان تديني ورق مزاوله مهنه، مفيش. بقول لك انا عندي ناس من 2010 و2011، لما انت عندك 2011 و2010 ناس مركونه وعندك عجز في المستشفيات كلها في التمريض، امال احنا بنروح ونيجي ليه؟ المعهد اللي انت مديله تصريح بانه يفتح ويدينا دورات تدريبيه تمريض وناخد دورات في كليه تمريض جامعه طنطا او في اي جامعه ثانيه، خلاص المعهد دوت يديني ورقه مزاوله مهنه وانا مش هبقى محتاجه ان انا اقف في الوقفه دي او محتاجه المعهد الفني الصحي. يديني ورقه مزاوله مهنه من المعهد اللي انا فيه، مش هبقى محتاجه الوقفه دي عشان انا اشتغل. دلوقتي انا شغاله برايفت بقالي 5 سنين تمريض خاص احسن من اللي معاها كليه 4 سنين اللي هي التعليم العالي اللي هو معترف بيه. انا بشتغل احسن منها، وهي واحده واقفه هنا بتشتغل احسن من اللي معاها كليه تمريض. دي واقفه معايا بعلمها تقيس الضغط وبعلمها تركب كرن، ابسط حاجه خالص للي هي معاها كليه اربع سنين. مش بغلط فيها ولا تواصل في بتطالبي بيه؟ بس انا بطالب عايزه ورق مزاوله مهنه، ادام انت مش عارف عندك عجز في التمريض ومش عارف تدخلني معهد فني صحي من 3 4 سنين، عندك ناس معاها من 2011 زي ما انت بتقول، خلي المعهد اللي حضرتك من دول تصريح يديني ورق مزاوله مهنه، يديني شهادات معتمده بان انا درست تمريض. اقوم اشتغل في اي مستشفى تاني، اتوظف حكومه، اشتغل في مستشفى محترمه. 3 سنين ما صدقنا ان ام الباب دوت يتفتح بتاع الاختبارات دوت، حرام لما يحرموا الناس دي كلها من حاجه زي ديت. في ناس راحت تختبر من شده الاعداد ومن شده التزاحم ومن شده عدم النظام اصلا ما عرفتش تخش تمتحن، وفي ناس كلام سليم ما عرفوش بالمواعيد الا مؤخرا، عشان طبعا اغلبيتهم اللي ما يعرفش في النت اللي ما يعرفش في الكمبيوتر. هنا مشكله الوزاره كانت بتنزل يوم قبلها بيوم، يعني الامتحان الصبح ينزلوه النهارده اخر النهار او العصر الاعلام، فطبعا الكلام ده ما كانش بينفع. وفي ناس هم مش عايزين تمريض ما يجوش في التلفزيون ويقولوا ناقص في التمريض وناقص في العماله والمستشفيات ما فيهاش خدمه، ليه؟ عشان ما فيش تمريض. طب ما التمريض جاي لكم يقدم وانتم مش قابلينه، طب ليه؟ كل مشكلتهم فين حقنا؟ هل المشكلة هنا ان هو بيقبل التمريض الحكومي ومبيقبلش التمريض الصحي؟ ما بيقبلش التمريض الخاص، ليه؟ مش معترف بالتمريض الخاص. طب هو مش معترف بالتمريض الخاص ليه؟ بنروح ندرس في جامعة حكومية، احنا لما بنقدم في خاص بندرس في جامعة حكومية. أنا معايا كارنيه حضرتك من جامعة طنطا، وبندرس في جامعة طنطا، أدي كارنيه الهلال الأحمر بندرس فيه، وأدي كارنيه جامعة بندرس في جامعة طنطا. لما الكارنيه ده مش معتمد بيه ولا معترفين بالخاص، ليه بنروح ندرس في الجامعة؟ دي جامعة حكومية بندرس فيها. مدته شهر حضرتك، بس بندرس شهر الجامعة، يعني بس معتمد من الجامعة وطالع من الجامعة. يا ناس مع بجد يا جماعة ملوش في حياتي.